عبر تطبيق زوم معنا المهندس مينا سامي مدير سفراء التعليم النووي في روسيا عشان نتعرف منه على رحلته حتى وصل إلى هذه المرحلة. صباح الخير عليك يا باشمهندس ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور. أهلا بيك، بنبارك لك على التميز والنجاح. عرفنا يعني بشكل عام على طبيعة عملك، على المهام اللي بتقوم بيها تحت هذا المسمى اللي عرضناه. بص، هو المهام اللي بنقوم بيها هي ان احنا بنعرف الناس على اهميه التعليم، اهميه الطاقه النوويه واستفاداتها، وان هي امنه وغير ما الناس فاكره من بعد الحوادث اللي حصلت كتير في التاريخ ده. فاحنا بنحاول نعرف الناس ان ده كان في الماضي، ودلوقتي ما فيش الكلام ده خلاص. يعني الطاقه النوويه هي سبيل آمن لتوليد الكهرباء أو للعلاج مثلا، فهي آمنة جدا. فده ده دي مهمتنا أكيد. طيب خلينا نبتدي من البداية كده يا باشمهندس مينا. أول حاجة أنت قلتها لما خرجت من مصر، أنت حسيت يعني إيه إنك تكون في مكان مختلف عن المكان اللي أنت متعود عليه، بتتكلم أو بتتعامل بلغة غير اللغة الأم اللي أنت متعود عليها، من غير أصحابك، من غير أهلك، من غير حبايبك، إزاي يبقى عندك الشعور ده وتتحول لقصة النجاح دي في وقت قليل كده؟ ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. هو بص، الفكرة في إن لما أنت بتبقي لوحدك ما بيبقاش عندك حل إنك أنت تركزي في اللي أنت بتعمليه. يعني هي كانت وحدة، وكانت فترة صعبة جدا طبعا، من غير أهلي، من غير صحابي، من غير أي حد، قاعد في بلد ما يعني أنا ماشي في الشارع مش فاهم أي حد بيقولوا إيه، عايزين إيه. بس ده ساعدني أكتر إن أنا أركز، إن أنا أذاكر، إن أنا أنجح في المجال اللي أنا اخترته. أكيد أكيد، بالتوفيق ليك دايما. طب وهل الطموح ده يعني كان مرتبط بالفعل بدراسة البرنامج النووي، ولا ده الموضوع ده جه صدفة معاك؟ لا، ما جاش صدفة. يعني أنا لما خلصت ثانوية عامة كنت أصلا عايز أخش جامعة اسكندرية علشان أدرس التخصص ده في جامعة اسكندرية، بس التنسيق ما جابش الجامعة بتاعت اسكندرية. فدورت لقيت الجامعة الروسية، فدخلت الجامعة الروسية اللي في مدينة بدر، وبعد كده اخترت الكورس. طيب انت قضيت فتره تدريب في شركه راس اوتوم، وده لفت نظر رئيس القسم ليك، ازاي بقى قدرت تحول الاعجاب رئيس القسم ليك لدعم شديد لغايه ما وصلت انك تترأس الفريق؟ هي القصه بدات ان انا لما بدات في الماجستير بتاعي، رئيس القسم كانت عارفه ان انا يعني كده عارفاني من قبل كده، ويعني اشتغلت معاها قبل كده في الجامعه وكده. فهي شافت ان انا شخص مثابر وبقدر اوصل لاحلامي والحاجات اللي انا عايزها بسرعه، وما بسيبش يعني بسابر لغايه ما اوصل اللي انا عايزه. ما شاء الله. فجت كلمتني على البروجكت ده في شركه راس اتوم، وقالت لي انا بشجعك تخش وهيبقى ليك مستقبل حلو هناك وكده. فانا قلت لها تمام مفيش مشكله، ودخلت البروجكت. ودخلت البروجكت في سنه 2021 في شهر 9، في شهر 10، يعني في خلال سنة سنة وشهر بقيت ليدر البروجكت. حلو قوي. طب مشروع سفراء التعليم النووي الروسي ده مظلة مين اللي أصلا بيمسكها؟ أنا عارف إن أنت رئيس هذا المشروع، لكن هل المظلة دي مظلة روسية في المقام الأول وأنت يعني الرافض الطلابي ليها مثلا؟ بص، هو السفراء التعليم النووي البروجكت ده عموما ده من شركه روس اتوم. كويس. الشركه فيها جواها كذا بروجكت، يعني في بروجكت بتاعنا وفي كذا بروجكت تاني. البروجكت بتاعنا بيترأسه حد من الروس، اللي هو الممثل من الشركه نفسه، لكن ليدر البروجكت نفسه اللي بيحط الخطه واللي بيكمل كل ده انا. يعني زي ما تقول رقابة من الشركة نفسها عليا أو بيتابعوني. طيب احنا النهارده الموضوع الرئيسي اللي موجود معانا في حلقتنا بنتكلم عن الثانوية العامة ونتائج الثانوية العامة، وازاي الواحد ما بيوقفش سعي ورا حلمه. انت كنت جايب كام في الثانوية العامة يا باشمهندس؟ 92.5. والكلية اللي انت كنت عايزها كانت عايزة 92.
لا كانت عايزة، كانت فرق بيني وبينها يعني، كنت جايب 379 ونص، وكانت عايزة هي فرق درجتين. اوكي. كلية الهندسة جامعة اسكندرية، وشفت كان حلول فرق درجتين. بديلة وشفت الطريق الآخر اللي يقدر يوصلك لحلمك. اه بالظبط. طيب النهاردة بقى الناس كلها اللي لسه قاعدة بتكتب الرغبات، تقول لهم يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي؟ نصيحتي حتى لو مجموعة ما جابش ما تسيبش حلمك، لأن الحاجة اللي أنت بتحبها دي اللي هتنجح فيها. بس طيب عايز ترجع مصر امتى يا باشمهندس؟ أنا عايز أرجع مصر دلوقتي تاني. عندك خطط ان شاء الله لما ترجع بالسلامة؟ إن شاء الله أنا عايز أشتغل في اللي هو أساعد بلدي، أساعد مصر، يعني أنا عندي خبرة كبيرة، أنا مقتنع بكده. فإن شاء الله لو ربنا أراد عايز أكمل وأساعد بلدي. بس انت في اللحظة دي انت مسؤول عن 55 شخص من 25 دولة مختلفة، تقدر تساعد بلدك ازاي أكيد أكيد خلال كونك يعني مدير مشروع سفراء التعليم النووي الروسي؟ تمام. بس لما تكون في بلدك متهيألي هتساعدها أكتر من على أرض الواقع. يعني وجودك في المكان ده ما يخليكش تساعد بلدك بشكل اللي أنت متخيله. لا مهم برضه. يخليني أساعد بلدي، بس يعني أنا حابب إن أنا أكون وسط أهلي. هو يخليني إن أنا أوعي الناس بأهمية الطاقة النووية، وإن أنا أشجع الشباب اللي حابب يخش في الموضوع ومتردد وخايف قلقان، أساعده إن هو يكمل في الموضوع وحلمه لغاية ما يوصل للي هو عايزه. أكيد كل الشكر ليك وبكده نجذب المهندس. أكتر عدد من اتفضل الشباب للدراسة. قول يا باشمهندس. تمام، اتفضل. اتفضلي. لا 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 اتفضل انت قول. كنت بقول وبكده نقدر نجذب الشباب ان هي تساعد يعني اكتر عدد من الشباب ان هو يقدر يبقوا كوادر في مصر ويقدروا يساعدوا بلدنا، مش انا بس. أكيد كل الشكر ليك المهندس مينا سامي المصري الذي يترأس مشروع سفراء التعليم النووي الروسي. شكرا جزيلا ليك ودايما بالتوفيق.